صالح، كيفاش استقبلتي الانتصار وتأهل للربع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء كان رحبوا بك السي احمد مره اخرى. بارك الله فيك. الحمد لله، هذا يوم العيد، هذا واحد الانتصار هو يوم العيد، والحمد لله فالعناصر الوطنيه قدمت واحد الاداء جيد. الخطه التكتيكيه ديال السي وليد الركراكي اللي ما خلاش ديك التيكاتاكا ديال المنتخب الاسباني اللي وصلوا بينا ويسجلوا بعد التنظيم ديال الدفاع ديالنا اللي اطوار مقابل كله احنا منظمين في الدفاع وفي وسط الميدان، وكانت بعض المرتدات اللي كنا نقدروا نسجلوا منها، لكن ربي ما ساعدش الحظ. وكان الخير في الضربه الترجيحيه اللي كان متالق فيها السيد حارس المرمى العريس بونو اللي كان حياه، اللي فرح حد 40 مليون نسمه، وكان حيي جميع اللاعبين والطاقم التقني والطاقم الاداري وحتى الجامعه الملكيه اللي كتسهر مع المنتخب الوطني المغربي منذ الوصول ديالو من هذه البطوله العالميه. فكنتمنوا التوفيق. عندنا منتخب الشاب، ربحنا عناصر تدريجيا غادي تكون مستقبل وتعطي كلمه ديالها، كعز الدين اوناحي اللي فاجأ اليوم السيد المدرب يونس الريكي وقال ان من اين اتى هذا اللاعب؟ الله، بالمجهود اللي قام به، وما تعرفش ان المنتخب الاسباني في الوسط الميدان ديالو اليوم فيه سيرجيو بوسكيت، فيه كافي بيدري، انهم جاوا من واحد المدرسه عملاقه، مدرسه اسبانيه كاتالونيا تيكي تاكا. فاليوم عز الاوناحي والمرابط تحيه كبيره للمقاتل المرابط وامن الله اللي ما خلوش وبنوا واحد الجدار اللي ما خلوش الكره توصل للمدافعين اللي كانوا تا هما واقفين مزيان الحمد لله، وخرجنا مقابله على ما يرام. خي صالح، قلتي اليوم يوم عيد. عيد. واش كنت واش الى سميتيها هذا عيد المقابله الجايه؟ نعم. ضد البرتغال كيفاش كتشوفها؟ واش غتكون تا هي عيد؟ اي مباراه اللي انتصروا بها غادي يكون عيد، وكما شفنا قبيلتين في روبورتاجات على عبر الفيسبوك حتى جلاله الملك محمد السادس اللي دار قميص على اكتاف ديالو وخرج مع الجمهور المغربي. هذا واحد يعني اللي تدمعت لي عيني فيه، كنشوف جلاله الملك حتى هو كي انه راه حتى هو حاضر معنا، ورانا رياضي الاول ورانا معاكم، وخرج وازر مع الشعب المغربي حتى هو كان اهديو له هذا الانتصار هذا، وكان جميع المغاربه الحمد لله والجمهور الرياضي. شكرا صلاح. الله يخليك.